ويقول الدكتور الهواري: لكن يجب أن نتفق على حاجة. أول شيء أن نقول هذا ليس من تخصص طلبة العلم المبتدئين، لا، يجب عليهم وجوبا يبتعدوا عن هذا المجال. لا يعقوباب، لا حسيناب، لا حسانية، لا كلام فاضي، نهائي ما شغلك. والرد على هذا الكلام أن طلاب العلم لا يبتعدوا عن هذا، كما أفتى الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في كتابه مسؤولية طالب العلم، قال: ثم طالب العلم بعد ذلك حريص جدا أن لا يكتم شيئا مما علم، حريص على بيان الحق والرد على الخصوم لدين الإسلام، لا يتساهل ولا ينزوي، فهو بارز في الميدان دائما حسب طاقته، فإن ظهر خصوم الإسلام يشبهون ويطعنون برز للرد عليهم كتابة ومشافهة وغير ذلك، لا يتساهل ولا يقول هذه لها غيري، بل يقول أنا لها أنا لها، ولو كان هناك أئمة آخر، لأنه يخشى أن تفوت المسألة، فهو بارز دائما لا ينزوي، بل يبرز في الوقت المناسب لنصر الحق والرد على خصوم الإسلام بالكتابة وغيرها، من طريق الإذاعة أو من طريق الصحافة أو من طريق التلفاز أو من أي طريق يمكنه. هذا كلام علمائنا الكبار الأفاضل، وهذا منهجهم. وفي رد العلامة ربيع بن هادي المدخلي على الدكتور إبراهيم الرحيلي لما أخطأ في مسائل وزل فيها، ولما اشترط في الرادين أن يكونوا علماء راسخين فقط، واشترط شروطا نادرة كما هي شروط الدكتور الهواري، كان هذا رد العلامة ربيع حفظه الله تعالى قائلا: أقول يا حبذا أن يكون الرد من عالم راسخ صفاته كما ذكرت، لكن استكمال هذه الصفات لا يجب في كل راد، ولا يجب استكمالها في كل رد، ولو اشترطنا ذلك في كل راد وفي كل رد لاستشر الفساد واستولى على الأمة بأجمعها إلا النادر من الناس. ثانيا، يؤكد عدم صحة استكمال هذه الشروط أنك لا تجد في معظم بلاد الإسلام علماء سلفيين راسخين، ويوجد فيها، هكذا يقول الشيخ ربيع، ويوجد فيها طلاب علم، ومع ذلك فإنه قد نفع الله بهم في نشر التوحيد ودحض الشركيات والبدع والخرافات. وأنا أسأل الدكتور إبراهيم، إذا كان هناك بلد أو بلدان تنتشر فيها البدع والمنكرات ولا يوجد فيها عالم راسخ أو علماء راسخون، تتوفر فيهم تلك الشروط ويوجد فيها طلاب علم قد قرأوا الأصول الثلاثة وكشف الشبهات، كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب، وكتاب الوسطية والحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وعمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي، أو بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، وتنتشر في بلادهم أو بلدانهم بدعة تعطيل صفات الله، وبدعة القدر، وبدعة الإرجاء، وبدع الشرك بأهل القبور وغيرها من البدع، ويكثر فيها شرب الخمر وتهتك النساء، فهل يجب أن ينكروا هذه المنكرات في حدود علمهم، أو يجب عليهم السكوت لأنهم ليسوا من العلماء الراسخين؟ أعتقد أن الدكتور إبراهيم سيجيب بأنه يجب على هؤلاء الطلاب أن ينكروها ويغيروها في حدود علمهم وطاقتهم، امتثالا لقول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وامتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأعتقد أن هؤلاء الطلاب الذين وصفتهم إن سكتوا عن تغيير المنكرات أنهم يدخلون في قول الله جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. انتهت فتوى العلامة ربيع بن هادي المدخلي.